السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب السبت 8/6/2024، احنا الان بسوق اللحم، سوق الاضاحي في بشمارون غربي ادلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، واشتركوا بقناة ابو حمزة الرحال، رابطها باول تعليق بالتعليقات مثبت. اي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والله يا شباب اليوم اسعار اللحم من 5 دولارات وتحت، بالنسبه للخروف الفطيمه 4 دولارات ونص، النعجه من الأربعة للأربعة ونص كاحسن سعر. يا اخوان يعني سبحان الله، احنا شعب تاثر فيه الاشاعات. شوف الناس المغرضه ظلت تكسر بالسوق من شهر وجاي، على راح يجي لحم مستورد، على ما بعرف ايش. امبارح ناشرين صوره من 10 سنوات فروج ميت، يقول لك هذا 18,000 طير فروج ميت بمعرض مصري، والناس تناقلتها بدون ما تسأل يا هل ترى هل الصورة هي حقيقية؟ اتضح انه مجرد اشاعات. يعني احنا شعب اشاعات تودي واشاعات تجيب، ويعني سبحان الله الاشاعات اثرت بهالسوق، اثرت بهالناس الاشاعات يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني من شهر راح يجي لحم مستورد، راح يجي مدري ايش، دمار والعالم دمار، حسبي الله ونعم الوكيل. وما لنا حكومه تعرف تديرها السوق صراحه، يعني خلنا اقولها بوضوح، يعني ما عندنا حكومه تدير سوق الحلال. الحكومه مهتمه بالمزارع ومهم للمربي الاغنام ومربي الابقار، حسبي الله ونعم الوكيل. هيا الله حسونا لبيك الله يحفظك. يعني اليوم سوق لحمنا يا شباب من الخمس دولارات تحت، 5 دولارات سقف السوق، كله تاثير اشاعات. يعني تكاليف اليوم الربط سهله، ناس سبحان الله ناس بسطاء وعلى باب الله، كلمة توديهم كلمة تجيبهم. شاعات دمرت السوق حسبي الله ونعم الوكيل. تذكرون يا شباب أول ما انطلقنا بحملة إكساء وتجهيز مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مخيم الإنعام جنوب بلدة حربنوش شمال سوريا. المسجد هذا هو يا شباب، وهذا كان وضعه أول ما بدأنا بالحملة، وبفضل الله تعالى ثم بهمة أهل الخير استطعنا أنه نصب سقف المسجد كاملا، ولسه المسجد بحاجة لتكملة وتجهيز. لسه محتاجين للمسجد زريقة السقف وبلاط الأرض، تجهيز الموضع وتركيب شبابيك وأبواب وتمديد كهرباء وطاقة شمسية وبناء مئذنة ومنبر ومحراب وفرش سجاد وتكفية المسجد من المصاحف والكتب الشرعية. كل ذلك يا شباب لسه المسجد بحاجته، وإحنا الآن صبينا السقف ووقفنا لأن ما بقي معنا صدقات. فالناشد أهل الخير، الناس اللي تصدقوا الله يجزيهم الخير، وأخص منهم أخونا أبو عمر الله يجزيه الخير، كان له قصب السبق فيما وصلنا إليه حتى الآن. ولكن الآن يا شباب إحنا متوقفين، ننتظر من أهل الخير يفزعون لبيت الله. أنت ممكن بحياتك كلها ما تقدر تبني جامع، ولكن تقدر تشارك بشيء بسيط يساعد في إعمار هذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى. كل أذان، كل صلاة، كل وضوء، كل حرف من كتاب الله، كل ركعة، كل سجدة، كل عبادة تقام في هذا المسجد هي في ميزان حسناتك إن تصدقت بأي شيء يساعد في إعمار هذا المسجد. كل طفل يحفظ آية من كتاب الله هو في ميزان حسناتكم. فإخواني الله يبارك بكم، لا تقصروا، العمر يمضي ولا يبقى إلا العمل الصالح. اللهم أعنا على إتمام هذا المسجد يا رب. إن شاء الله تبارك الله. هذا تارك وفحل ها؟ إيه. إيش قد طلبت بيه؟ 300 دولار. ما يعطوك شيء؟ طالب حمزة العيسى 250. ندفع بيه 250؟ لا طلب بيه، طالب بيه هو. انطاك 250؟ إيه. زين موجود عند أبو رحيل يا شباب، ماشي حاله زين. مقبول. اللهم صل على محمد، الله يرزقك ان شاء الله تبارك الله. خلاف وراد يا شباب عند اخونا ابو رحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله. 64 والله قد يروح 64 روح 4 دولارات و60 هم يعطي. تعال سوي لي اضافه. طول بالك يا اخي. يا هند العبيد يا رب 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 يا بنات السنة. والله ما بيها وزن يا شباب. إلى الأزحم أبو رحيل، إلى الأزحم. على الوقف 210 مفصولة فصل. 210 مفصولة فصل. وين الشيء اللي حمل هذا؟ في الأزحم لها. يونس ليش بدنا نطلع الوقف ليش؟ والله ما بيها وزن.
يونس قلنا 90 يونس قلنا 90 10 ولكن قلنا 90 ايه ها عزيا في واحد كيلو وانت خسران ايوه عزيا شوف شوف خسران الله ربك قلنا لك يا يونس حقنا لا يا يونس قلنا لك حقنا الله ربك انت ده حقنا ربك والله ما بينا بس خلوا قسم بالله ما في شيء ريش والله مو مسوي من هذا كله لا ربك ما $4.60 يا شباب الدفع مع عمير ضيبيعن ابو رحيم بس هاي خرافه شباب انباعت $4.70 وزن خفيف $4.70 راحت عند عمنا ابو ماهر اللهم صل وسلم على نبينا هاي بقيت هاي بقيت يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا $4.50 و70 سنت $4.70 أربعة دولارات يا شباب. أربعة دول بعد أربعة ونص الأربعة وسبعين. أربعة ونص صار. هذول بأربعة ونص. هاي أوزان خفيفة. هذا وزن خفيف عمي أبوه. نعم. نعم. اللهم صل على محمد. إيش قد قضب حق الواحد تقريبا لازم؟ $250 يضحي هذا يضحي؟ كويس اللي هذا اقل اقل الاضاحي يا شباب وزن خفيف اللهم صل على ايش قد اعطوك عمي؟ $4.25 $4.25 $4.25 فطايم يا شباب قراجير يضحن هذا انه يضحن مو؟ والله ب 4.5 عم يعطيني يضحن عمي ابو ماهر مو؟ طبعا من عبد الكبش عم يعطيني $4.5 $4.25 صلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله $4.50 عم يندفع بينا شباب اضاحي فطايم قراجير اعمارهم فوق 6 شهور اقل من سنه اللهم صل على محمد ايش قد بين اوزان ايش قد بين شو رقم النور حبيبي اوزان يعني قد وزننا دولي منهن يعني مثلا 65 يعني يطلع من 55 اي نعم اللهم صل على محمد كويس ترى اطيب شيء هذا النهار طيبات اندفع بينا $4.50 ما بعت $4.50 انا هلا حسب العبد ايش قد فاصلهن؟ انا ودي قلت له 65 من الاخير $4.65 من الاخير اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله الاخير ب 4.65 شلون هالسوق عمي ابو ماهر؟ احنا بس هالناس الناس ذابحتها الاشاعات بس امبارح ناشرين صوره من 10 سنين الدجاج مفطس بمدجنه يقول لك مات اليوم بمعرض مصري من موجه الحر هاي 18000 طير دجاج تعمل 18000 طير دجاج يموت بشمال سوريا يخرب من الدنيا طبعا واخر شيء طلعت اشاعه بي ناس عم تنشر اشاعات بس تدمر هن هالعباد والله العظيم واثروا والله اثروا بالناس الناس انقطعت قلوبها قامت تكون برزق هاي بعناها مو صحيح طلع $4.25 $4.25 اللهم صل على محمد ما شاء الله هاي انعاج مو انعاج هاي بس هاي بس القرقرات الثلاثة من عدن عجها سلم على نبينا محمد شنو من هاي ابو حسان هاي عشرة اليوم نشوف اسعار الغنم العشر مع انه سوق اضاحي ما بي لا غنم عشر ولا شيء ابو حسن منزلها زهدان ابو حسن اللهم صل على محمد هاي اثنين مع بعض اللهم صل على محمد هاي والدة ما شاء الله تبارك الله بالله هاي نعجها مي شايلة حالها ما شاء الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد ايش قد سمتها هاي ابو حسان ما اعطوك شيء ابو حسان ما اندفع بيها شيء انت غلطان ما تنزل بالوقت هذا مو وقتها الناس عند الاضاحي اليوم والله اي والله الواحد لما مضطر شو اللي يسوي شلون هالسوق ابو حسان والله سوق لحم فقط يلا ان شاء الله كل عام وانتم بخير خير الله يسلمك سوقنا سوق اضاحي يا شباب سوق اضاحي اي بضاعه ثانيه غير الاضاحي ما حدا قام يجلبها صراحه يعني. لحم خروف فطيمه ناجه كبش فقط والله يرزق الجميع مثل ما انتم شايفين الله يرزق الجميع ويجبر خاطر الجميع والله يا شباب في اشاعات منظمه قامت تنتشر اشاعات مقصوده ومنظمه ومرتبه بطريقه معينه قامت تنتشر تقطع قلوب العباد وتنشف دمهم
في لوبي قام يشتغل على الإشاعات، شي دجاج ميت بالباب، شي مداجن فطست بمعرة المصريين، وكله أخبار كاذبة، شي راح يجي لحم مستورد، كله أخبار كاذبة. شنو القصد منها؟ قصد منها أنه هالناس خيو تزهد وتكبر رزقها. والله العظيم في شيء منظم قام يشتغل، حسبي الله ونعم الوكيل. عي الله الشباب، هلا بيكم، يا هلا بيكم، الله يحفظك. عي الله اخوي، هلا بيك، الله يحفظك. هذا اللي قام يصير يا شباب، الله المستعان. يعني الان اليوم سوق اللحم الاضاحي من 5 دولارات وتحت، كان ينباع ب 5 5 وربع، الناس متسوقه ب 6 6 وربع. يا اخي والله العظيم المستهلك رزقه ورزقي ورزقه على الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. بس عاد سبحان الله يا اخي، الناس ذبحت الإشاعات، وإحنا شعب يحب الإشاعات، أنت إشاعة وما عليك، بس زدت إشاعة وشوف الشعب شلون راح يتحرك حسب الإشاعة. عين عجل شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. حلابة شطرها طيب ما شاء الله، وشكلها زين وقرح، الله يخوش عجل بلدية طيبة. مشان الشباب يقول أبو حمزة ما تحمد البلدية، لا بالله، العجل بلدية طيبة غرتها زين. الشباب اللي يقولون بالتعليقات ابو حمزه انت لانه عندك اخراف قام ترفع بالسوق، والله العظيم مو هذا القصد يا شباب، اقسم بالله اني ما عندي اخراف، والاخراف اللي قام اصور لكم اياه يعني والله ما املك منهن صوفه ولا هن الي، حتى الاخراف هذن اللي قام تشوفونهن على اليوتيوب نصورها احيانا نعطيكم منهن معلومات، مثلا الاعلاف واللقاحات والادويه انباعن مهن الي وانباعن من ايام. بس اليوم الناس يا اخي مضروره برزقها، الناس تعبانه برزقها، شهور والناس تعلف وطعمي ولقاحات وأدوية وخسائر، وكل واحد عليه ديون عند مراكز الأعلاف ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. آخر شيء ينكسر السوق بسبب إشاعة، لا الأعلاف غالية ولا التبن غالي ولا يعني إشاعات، قام تنتشر إشاعات، شيء راح يجي لحم مستورد، شيء مات مداجن فطست، شيء ما أعرف إيش، شيء كل يوم عم ينشروا إشاعة شكل. مصيبة مصيبة مصيبة، والله العظيم أنا مالي مصلحة شخصية خالص، بس الناس مضرورة برزقها يا أخي. يعني معقولة واحد تعبان شهور برزقه وعليه ديون، يعني الواحد يتمنى له الخسارة؟ يا أخي رزقك على الله، رزقك ورزقه ورزق الجميع على الله. أنا أبو حسين حبيبي، الله يسعدك ويبارك فيك، الله يوفقك يا ربي يا أبو حسين، الله المستعان. هاي أخراف قام تنباع عند أخونا أبو حسين، اللهم صل وسلم. حلوات خاميات ما شاء الله تبارك الله. $185 مدفوع بها. عمين دفع بها $180. $180 مدفوع بها. فصل 200. شرحت لي مبيع، حط 200 اخوان، شريت 200 ولا 400، اهلا وسهلا.